سر يا قلم واكتب على ما تورى أزكى سلام اللي بن عمي مشاري شيخ على درب الشجاعة انضره من لعبة يوم الملاقه ضواري يوم كل من خوية تبرى حطيت الأجرب لي خوي مباري نعم الرفيق الياسطة ثم جرة يودع مناعير النشامة حباري. هذه الأبيات للإمام تركي بن عبد الله آل سعود رحمه الله تعالى أرسلها لابن عمه الأمير مشاري آل سعود رحمه الله يخبره بخروج الأتراك من نجد وتأسيس الدولة السعودية الثانية. والسيف الأجرب يعد من مشاهير سيوف الجزيرة العربية، كان يستعين به بعد الله عز وجل الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في العديد من المعارك. وقد تنقل السيف حتى وصل إلى الإمام سعود بن فيصل بن تركي رحمه الله، والذي اضطر إلى أن ينزح إلى شرق الجزيرة العربية، وراسل الشيخ عيسى آل خليفة حاكم البحرين رحمه الله تعالى آنذاك ليقف معه في إعادة ملك آبائه وأجداده. وقد أشار الشيخ أحمد بن خليفة الغتم رحمه الله على الشيخ عيسى آل خليفة بضرورة مناصرة الإمام سعود بن فيصل بن تركي، وهذا الذي كان، فقد ناصر آل خليفة آل سعود في ذلك الوقت، ولذلك قام الإمام سعود بن فيصل بن تركي بإهداء سيف الأجرب سيف جده الإمام تركي لآل خليفة، إما أنه أهداه مباشرة للشيخ عيسى آل خليفة أو أهداه للشيخ أحمد بن خليفة الغتم من آل خليفة أيضا، والذي بدوره أهداه للشيخ عيسى آل خليفة. وظل السيف عند آل خليفة ما يقرب من 150 سنة، ولذلك لما أراد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة رحمه الله أن يعطي الملك عبدالعزيز رحمه الله السيف قال له هذا السيف منا لكم فيبقى عندكم. لكن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله قام في سنة 2010 بإهداء السيف الأجرب للملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وظل السيف هناك في الرياض حتى قام أبناء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإهداء هذا السيف الأجرب للملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وما زال السيف موجودا في الرياض أبقاه الله ببقاء أهله، اللهم آمين.